بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار، وكانوا للصنم ساجدين، كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفينته، ويدعي للهدى والنور، فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين، بعلم ودين، وكان المرسى عالجودي، ونوح قال للحياة عودي، وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لقد أرسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن هؤلاء الرسل والأنبياء سيدنا نوح عليه السلام. ونوح هو أبو البشرية الثاني بعد سيدنا آدم عليه السلام، هو ابن لامك، وينتهي نسبه إلى شيث ابن آدم عليهما السلام. إن نوحا هو أطول الأنبياء عمرا، وقيل له أكبر الأنبياء وشيخ المرسلين. وما يهمنا الآن ماذا حدث بعد موت آدم عليه السلام؟ يا ويلتي، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سأقتلك يا هابيل. تقتلني؟ لماذا يا أخي قابيل؟ لأن الله تقبل قربانك ولم يتقبل مني. إن الله يتقبل من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اقتله يا قابيل، سيتزوج بحبيبتك. اقتله. اقتله.
يا لاما! ماذا تريد يا قابيل؟ سنستقر هنا حيث السهول، نعيش فيها رجالا ونساء. سمعا وطاعة يا قابيل، فكلنا معك. هلموا إلى حياتكم، كلوا واشربوا وارعوا أغنامكم. هيا، فليتجه كل منكم إلى مكان وليقم بيته الذي يؤويه. لابد أن يكون لي ملك، فأنا ابن أبي البشرية كلها. لا أدري أين ذهب أخي شيث الذي يدعون أنه أكثر مني حكمة ورحمة. وهنا نزل شيث بن آدم عليه السلام وعاش مع أهله سالما غانما في رخاء الطاعة والتوحيد. قال شيث: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، اللهم اهد قومي وارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم اجرنا من حر جهنم وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا. يا شيث، هل لك أوامر أبلغها لقومنا؟ فأنت سيدنا بعد موت آدم عليه السلام. قال شيث: ليس لي عليكم إلا توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وألا تشركوا بالله شيئا. نشهد أن لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. قال شيث: لا بد أن أكمل رسالة أبي آدم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم ثبت قلبي على دينك، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. يا ود، أنت دائما تقيم الليل وتصوم النهار قربة لله جل وعلا. هكذا أمرنا نبي الله آدم، ونحن نسير على هديه. نبي الله آدم عليه السلام جرحه ولده عندما قتل أخاه هابيل. إنه الشيطان أخرج آدم عليه السلام من الجنة، ثم حرض قابيل على قتل أخيه هابيل، فكانت أول جريمة على وجه الأرض. لا أظن أن الشيطان سيكتفي بما فعله يا ود. أعوذ بالله من الشيطان ومكره. إن أخشى ما أخشى على الناس منه يا يعوق أن يشركوا بالله الواحد الأحد. أعوذ بالله من الشرك وأهله. فمنذ أن مات آدم عليه السلام ونحن على الإسلام يا يغوث. ولكن مكر الشيطان الذي توعد بني آدم بالمعصية لن يهدأ حتى ينشر الشرك في الأرض. علينا أن ننصح الناس ونحذرهم من الشيطان الرجيم. إذن فلنكثر من الدعوة إلى التوحيد بين الناس، ونذكرهم بما فعله الشيطان مع قابيل. نعم، لقد فعل فعلة لن ينساها التاريخ البشري يا ياغوث. ولا أدري كيف أقدم قابيل على قتل هابيل. الشيطان يا أخي يعوق، الشيطان هو الطرف المحرض على هذه الكارثة. نعم، اللهم أغثنا، اللهم نجنا من الشيطان ومكره وخداعه. آمين يا رب العالمين. هيا هيا يا أخي يعوق لنصلي. هيا هيا بنا.